بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومن خلال مديريات الأوقاف في جميع محافظات وألوية المملكة بتسليم تصاريح الحج لمن وقع عليهم الاختيار لهذا العام. وجددت الوزارة دعوتها لكل من وقع عليه الاختيار من خلال اعتماد العمر أو القرعة أو صندوق الحج إلى مراجعة مديرية الأوقاف الواقعة ضمن منطقته واستلام تصريح الحج ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل الموافق للأول من شهر نيسان من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء. أرحب مباشرة بالناطق باسم وزارة الأوقاف السيد علي الدجامسة، أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. نتحدث منذ الإعلان الذي أطلقتموه اليوم إلى غاية هذه اللحظة، هل نتحدث عن بداية إقبال الأرقام إلى غاية هذه اللحظة التي تم تسجيلها في المديريات المختلفة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله. طبعا انطلقت اليوم في جميع مديريات المملكة التابعة لوزارة الأوقاف بتسليم التصاريح للحجاج لمن انطبق عليهم معيار السن، والذي كنا قد أعلنا عنه سابقا بأن معيار السن لهذا العام 30/6/1950 فما دون، حتى بلغ أن عدد التصاريح التي تم تسليمها لهذا اليوم بلغت تقريبا 1800 حاج أردني من الذين قاموا باستلام التصاريح. طيب، نتحدث عن عمليات الإقبال، هل هناك اشتراطات لربما عند استلام التصريح، إبراز أوراق ثبوتية معينة؟ كيف تتم عملية التسليم والآلية؟ نعم، لا يوجد أي شروط عند عملية استلام تصريح الحاج، فقط عبارة عن الهوية الشخصية يبرزها الحاج الأردني الذي انطبق عليه معيار السن، يتقدم بإبراز هويته الشخصية ويتم التأكد من المعلومات الموجودة على الهوية والمعلومات الموجودة على تصريح الحاج الأردني، ومن ثم يأخذ التصريح. ومن هنا عبر أيضا إذاعة قناة المملكة نهيب وندعو إخواننا الحجاج الذين انطبق عليهم معيار السن بعد أن يستلموا التصريح أن يتوجهوا لشركات الحج والعمرة المعتمدة لدى وزارة الأوقاف، وذلك لاستكمال بقية الإجراءات. هنا تحديدا هذا السؤال الذي كنت سأسأل وأطرحه عليك سيد علي، الآن الإجراء بعد استلام التصريح، ما الذي يجب على الحاج القيام به عدا عن مسألة كما ذكرت مراجعة مكاتب الحج والعمرة؟ هل هناك إجراءات أخرى أيضا يجب القيام بها؟ نعم، عندما يقوم الحاج باستلام تصريحه من مديريات الأوقاف ندعوه للذهاب لشركات الحج والعمرة. الآن شركات الحج، طبعا الحاج الأردني قبل أن يذهب لشركة الحج والعمرة يكون عنده معلومات كاملة عن أسعار الفنادق وعن تكلفة الرحلة وعن نوعية الخدمات التي ستقدم له في المشاعر المقدسة في السعودية. عادة يتم بعد أن يذهب لشركات الحج والعمرة تطلب منه شركة الحج والعمرة بعد أن يختار نوعية الفندق ونوع الحج، يطلب منه شركة الحج والعمرة الذهاب إلى أحد فروع البنك الإسلامي لدفع المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الأوقاف، وحتى أنه في هذا العام بلغ قيمة الحج لهذا العام تتراوح ما بين 2828 دينار أردني إلى 3008 دنانير، طبعا هذا بالسعر البر. أما بالجو بلغ سعر الحاج لهذا العام 2859 دينار إلى 3039 دينار أردني، طبعا هذا بالنسبة لمن يريد أو يرغب بالذهاب جوا. نعم. إذا سمحت لي أخي أيضا فضل. أريد أن أوضح نقطة بالنسبة لموضوع الفنادق. طبعا الفنادق هذا العام الفنادق طبعا هي هنالك مستويات اثنين، المستوى الأول يكون بما يعادل 5 نجوم والمستوى الثاني أيضا مصنف أيضا 5 نجوم. أما البعد، وهذا عادة ما يسأل إخواننا الحجاج هل الفنادق تبعد عن الحرم، نقول لإخواننا بأن الفنادق لا تبعد عن الحرم سوى تقريبا 2 كيلو متر، وهنالك مواصلات سيتم تأمين الحجاج بمواصلات مجانا طبعا لأداء الصلوات في الحرم إن شاء الله. طيب، الآن عندما نتحدث
عن مسألة الشكاوى التي دائما ما بتحدث بعد الوصول سيد علي، هل هناك رسالة يمكن الحديث عنها للحجاج عند مراجعة مكاتب الحج والعمرة؟ كيف يمكن التأكد من مسألة البيانات التي تطرحها مراكز الحج والعمرة من دقتها بالتحديد في مسألة المسافة والابتعاد عن الحرم المكي وغيرها من المسائل، ومسألة أيضا الحافلات وجهوزيتها؟ هل هذه مرحلة قادمة ستكون أيضا بإشراف وزارة الأوقاف تحديدا فيما يتعلق بالحافلات؟ نعم أخي، طبعا كان الأسبوع الماضي كان قد قام مع وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الخلايلي مشكورا بأعلن عن مؤتمر صحفي، إلا أن هذا المؤتمر باعتقادي كان نوعا فريدا من نوعه لوجود، باعتقادي أن أقول أن هذا الحج لهذا العام سيكون مميزا. هنالك تم أيضا استحداث تطبيق الهواتف الذكية وتطبيق الحاج الأردني، وذلك لتسهيل التواصل مع الحجاج وتقديم الخدمات والإرشادات، وأيضا تم استخدام برمجية المساعد الذكي عن طريق تطبيق الواتساب للتواصل مع الحجاج بشكل فعال. فهؤلاء التطبيقين اللي تم بإذن الله تعالى لن نجد أي مشاكل يتعرض لها الحاج الأردني، وعلما بأن هنالك سيكون ضباط ارتباط من موظفين وزارة الأوقاف لاستقبال الشكاوي الخاصة بالحجاج الأردني إن شاء الله. نعم، شكرا لك على كل الأحوال وعلى هذه المشاركة. كنت معنا ناطق باسم وزارة الأوقاف علي الدقامسة، شكرا لك.